من ضمن المواضيع المحيرة جداً لما واحد يقرب قوي من حد وبعدين القرب ده يأذيه فيقرر ياخد خطوتين لورا. فلما يقرر ياخد خطوتين لورا الناس كلها هتبقى شايفاهم كانوا بيقعدوا مع بعض وبيتكلموا في كل حتة مع بعض أصدقاء، فالناس تفتكرهم متخصمين وهو متخصمش ولا حاجة، هو بس رجع خطوتين. ليه؟ لأنه لقى حد الطباع. مش هينفع نبقى أصحاب أنتيم مقربين، باجي بحكي له حاجة بينتقدني دايماً، أنا بقول له أسراري اللي فيها مصيري ممكن يفشيها، فبدأت أشعر إنه على دماغي. نحترم الناس كلها بس مش هينفع نبقى أصحاب مقربين، مش هينفع تبقى صاحب عمري. وبعدين لما الناس تسأله أنت ما ليه مش مع فلان زي زمان، ولا فين صاحبتك اللي ليه النهار كنتوا مع بعض، هو أنتوا متخصمين؟ لا مش متخصمين ولا حاجة. فتبدأ الشخص ده يحتار، هو أنا كده ما كنش المشاحن اللي فيه حديث إن ربنا بيطلع يوم الاثنين والخميس فيغفر للناس كلها إلا مشرك ومشاحن؟ مش ده الهجر اللي ربنا قال عليه بلاش؟ الحقيقة إن الشخص ده مش المفروض يحتار، لأنه هو عمل حاجة طبيعية جدا، هي أحد مهارات العلاقات السامة. الغرب يسموا بعض العلاقات علاقات سامة مرهقة. يعني إيه علاقات سامة مرهقة؟ لما قربنا أو اصطدمنا طبعنا مش زي بعض، بيجرحني كتير، مش مقدر الصداقة، على دماغي، مش هنتخانق، مش هنشتم بعض ولا حاجة، بس أنا هدور على حد تاني يبقى صديقي المقرب، لأن اللي بيفشي أسراري ده بيأذيني. وده اسمه الإبعاد في اللغة، إن أنا حطيت الصديق ده اللي أذاني بتصرفات معينة أنا مش هرد الإذاء بالإذاء، ومش عارف أحسن ليه، لأن يعني مش عارف أعمل إيه عشان أحسن ليه، ويا سيدي مسامحه على دماغي بس مش قادرين نكمل مع بعض، فهنبعد شوية وأدور على حد تاني يبقى سري معاه. هذا الإبعاد متاخد من الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. حصل حالة من الإعراض كده، بعدنا عن بعض شوية. هذا الإعراض مش ده الهجر اللي منهي عنه في الشريعة، لأن العلماء الشافعية والمالكية والأحناف بيشوفوا إن مادام قلت سلام عليكم ينقطع الهجر بالسلام، وأخده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هو خلاص أصلاً أنت بتسلم عليه بس ما بقتش كالعادة تحكي كل الأسرار وتشارك كل المواضيع الأفراح والأحزان. عشان كده الناس الطيبة المحترمة تلاقيه قاعد ضميره مأنبه، ويبدأ في المواقف مثلا زي ليلة النصف من شعبان في دخلة رمضان يبعت لصاحبه اللي بقى لهم فترة بعيد اوعى تكون زعلان مني، أصلا ما فيش زعل، أنت تصرفت التصرف الطبيعي. بما إن صاحبك ده حاد الطباع عامل زي الترابيزة كده اللي السن بتاعها بيجرح، فأنت بعدت شوية عشان ما تصطدموش كتير. دي من أحد أهم مهارات الحياة، اللي بالإنسان اللي فيها لا عارف يرد الإساءة بالإحسان، ولا عارف ياخد حقه لأن الموضوع ما فيهوش حق ولا حاجة، ولا عارف يعفو، القضية مش قضية تسامح، إحنا مش عارفين نكمل مع بعض بنفس القرب ده. هذا الإبعاد مهم جدا نتعلمه، وعايزك ما تحتارش وما تفتكرش إن أنت آثم، بل بالعكس قد يكون في الإبعاد ده حفاظ على كرامتك وكرامة الشخص اللي قدامك، وحفاظ على خاطرك وخاطر الشخص اللي قدامك. ومش كل الناس اتخلقت عشان يبقوا أصحاب أنتيم، العلاقات دي دوائر والعلاقات دي مستويات، وحلوة قوي كده جربنا بعض لقينا بعض، الأنسب نكون بعيد، ويمكن لما نبعد الصورة تبقى أحلى، فما تحتارش.